أهلا بكم إلى القلم الرياضي. في المدى الرياضي طالعنا لإياد الصالحي يأس كاتانيتش وحذره المفرط يهددان حظوظ الأسود. وينقل الصالحي استغراب المدرب أكرم سلمان من عدم وضوح استراتيجية المدرب السلوفيني كاتانيتش برغم تواجده مع اللاعبين لأكثر من سنة، وكذلك عدم تركيزه للثبات في التشكيل الذي يمثل عنصرا مهما يتوقف عليه بناء آمال التأهل إلى كأس العالم في قطر إذا ما نجحنا في تخطي هذه المرحلة نظرا للأخطاء الفنية الجسيمة التي تهدد حظوظنا. بينما يكتب علي رياح في المدى الرياضي لا مجال للمقارنة، يقول رياح: لم يتخلى الجمهور عن مهمته حتى حين كان الأداء يهبط في مستوى يمكن وصفه بالمتدني والذي لا يليق بالمنتخب، ولا يرقى أبدا إلى حساباته في الصعود إلى نهائيات آسيا والمونديال. وفي تقديري يجب إبعاد المنتخب عما تحمله الحسابات، وكأننا نضع الأهداف في الحصالة، ولكل مباراة حسابها وظرفها، وفي نظام التصفيات الذي لا يرحم سيكون فوزنا بالنقاط الثلاث هو الأهم. ويكتب كاظم الطائي في الصباح الرياضي نصف الطريق، يقول الطائي: حراسة المرمى في لعبة كرة القدم تعد النافذة الأمينة للذود عن فريق كامل في المباريات، وفي السنوات الأخيرة عانت شباكنا من مشكلة غياب معايير الأمس في اختيار الحراس، وفقدت بريقها دوليا بعد انحسار المواهب وعدم قدرة العديد من الأسماء المختارة على الذود عن مرمى الوطني، وفقدنا الكثير من النقاط بأخطاء قاتلة. وفي رياضية الشرق الأوسط اللندنية يتساءل الكاتب الإنجليزي جوناثان ويلسون: هل يمكن أن يعود مانشستر يونايتد وأرسنال إلى سابق عهدهما؟ والتساؤل عما إذا كان بإمكان هذين الفريقين أن يعودا إلى سابق عهدهما. وفي الحقيقة هناك نوعان من الأكاذيب الكبرى في عالم كرة القدم، أولهما هو تصوير أي فريق كبير يعاني بشدة على أنه يمر بفترة انتقالية، أما الكذبة الكبرى الأخرى في عالم كرة القدم فتقول إن النجاح يمر بمراحل تقلبات دورية.